مع الكاتب علي الفضالة. مساك الله بالخير ابو راشد. مساك الله بالخير بالنور يا هلا ابو حميد. اخوي علي، اضراب النفط، الكل يتكلم عن مكتسبات نفطيه لبعض المضروبين في النفط، لكن هناك في شيء خلف الستار، ابي توضيح منك. اول شيء مساك الله بالخير لك يا ابو احمد ومشاهدينك الكرام، بس خلني انا ابين نقاط معينه. تفضل. لعلنا تكون مفيدة ويستفيد منها الشعب الكويتي. وأدخل بدايتها، أنا مو ضد أن موظفي القطاع النفطي يطالبون بحقوقه، لكن أنا ضد الطريقة والآلية. لقيت أن طلبات إضرابهم ليس بحجم الخسائر اللي احنا تكبدناها بصفة يومية. يعني خلني أسرد لك بعض المطالب اللي هم اطلعوا عليها. سبيل مثال هي مزايا، وهذه المزايا تترافق مع الموظف. سبيل المثال من ضمن هذه المزايا وتكريم العاملين أثناء الخدمة، مخيمات الربيعية، أندية ومعاهد صحية، تذاكر سفر، مخصصات، دورات تدريبية خارجية. هذه المطالبات لما تطلع تقاعد ما تأخذ سيارتك، ما راح تأخذ الدورة وياك، ما راح تأخذ الشغلة. هذا بعيدة كل البعد عن راتبك الرئيسي أو راتبك أو حجم المزايا اللي تكون هي مرافقة لوجودك في مقر عملك. السؤال اللي يطرح نفسه ان هذه المطالبات استاذي الفاضل ما لقيت بحجم ان تستدعي ان يكون هذا الاضراب الشامل اللي سبب لنا خسائر، خاصه ان البترول هو شريان رئيسي للبلد. شريان تعتمد عليه الدوله، تعتمد عليه كل فرد، وليس الدوله تعتمد عليه بل حتى المواطن يعتمد عليه. فاضرابكم قاعد يخلي لنا خسائر، ومن المستفيد من هذه الخسائر؟ بوقت ان الكويت تتعرض الى ازمه والحكومه طالبه شد الحزام. زين، من راح يستفيد من هذا الاضراب؟ من الخسران؟ هل الحكومه؟ ما اعتقد. هل المسؤولين اللي قاعدين وراء الكراسي؟ ما اعتقد. انا وانت الخسرانين. الطبقه الوسطى هي الخسرانه. لما نجد هذه المطالبات وهذه الحقوق اللي يطالبون فيها لا تستدعي بحجم هذا الاضراب. انت الان عندك التزامات دوليه وهذا مرفق عام ومصلحه عليا. الدولة تعتمد اعتماد كلي عليها بنفس السياق الأولاني، تعتمد اعتماد كلي على البترول. أنا مو ضد أنك تطالب حقوقك، لكن أتمنى أنك تتدرج. في كتاب 14/6 قدمه نزار العدساني. العدساني اعتقد للنقابة، قال لهم ما عندي مشكلة، يوقف كل شيء. شكلوا لجنة، تعالوا، خلينا نشوف مطالباتكم، ما هي مطالباتكم؟ عشان نعرف. الآن المطالبات قاعد تزيد. وصلوا إلى مطالبات زيادة، لأن الهدف الرئيسي مو موجود. ما فكرت في بلدك، ما فكرت ان هذا شريان رئيسي لمصلحه بلدك، ما فكرت ان هذا الموضوع ممكن انا وانت نتضرر. المسؤولين ما راح يتضررون. ليش انت ما تتوقع ان هذا اعطيك مسوق للحكومه ان تشد اكثر وتعمل لنا اكثر شد في الحزام؟ ما فكرت في بلدك في اول شيء، ما فكرت فيها. خلني اكلمك على بعض القوانين واليد في قانون المعاهدة الدولية الخاصة بحقوق الاقتصاد الاجتماعي والثقافي. شو تقول لك؟ حق كل شخص في تكوين نقابة والاشتراك والانضمام عليها لتعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها، حق النقابات ممارسة نشاطها، حق الاضراب. لكن شو تقول لك المادة؟ يقول تقول لك المادة رقم ألف دال حق الاضراب شريط ممارسة وفق القوانين البلد المعني عليها دون المساس بالمصلحة العامة. والمصلحة العامة هي المصلحة العليا. يعني من سبيل المثال البترول شريان رئيسي تعتمد عليه الدولة، وانت سويت اضرار في هذا المجال، فمن حق الدولة تاخذ تدابيرها للحفاظ على هذا الشأن. ثانيا الكهرباء والماء، احنا دولة فقيرة في الماء وفقيرة، هذا شريان رئيسي. انت الان لما تقطع عني البنزين وتقطع عني الكهرباء وتوقف معاهدات الدولية اللي بيني وبين او التزامات النفطية اللي بيني وبين هذه الدول، ايش راح يصير؟ محصتنا راح تروح لدول اخرى؟ لمن راح يدفع؟ استاذي فاضل، حجم استخراج البترول الخام الى غايه وصوله الى السفينه يكلف 26 دولار. احنا نبيع ب 31، يعني الربح دينار. نربح صافي دينار، نبيع مليونين، ترى حجم تصدير النفط للكويت 2,680,000. يعني 2,600,000 انت قاعد تطلع باليوم. كنت اول اطلع 70 و80. زين مين راح يدفع الفرق والتكلفه؟ من الفلوس اللي هجلناها في السابق. إذا كانت الدولة تبي تشيل عنا بعض المميزات لا نختلف، خلينا نشيل هذه المميزات. علي عندي اي ما يخالف اي يعني علي في سؤال ثاني مهم على اساس الوقت وياك. علي قضية